السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنزل لكم وصفة كيكة الشوكولات العادية جدا بمنتهى السهولة وبسيطة جدا جدا جدا. تقدري تعمليها، تحطيها عندك بعلبة على الطاولة جنب الكوفي والشاي، في كورنر الكوفي والشاي، أو تقدري تعمليها كمية كبيرة تحطيها بالفريزر. هنشوف دلوقتي الوصفة بمنتهى السهولة والنتائج مضمونة 100%. ودلوقتي هنقول مع بعض مقادير الكيكة الشوكليت اللي هي العادية. معانا 3 بيضات، ومعايا كوباية عشان هعاير بيها. هحتاج كوباية حليب، كوباية سكر، كوباية زيت عباد الشمس الخفيف جدا او تبدليها بالزبدة، و3 معالق او 4 معالق شوكليت لو عايزاها غامقة او عايزاها فاتحة، وفانيليا وبيكنج باودر ومعلقة حليب هنا باودر، وكوباية ونص طحين. ده مقدار الكيكة اللي هو القالب اللي انا هعمله دلوقتي معاكم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنحط بالخلاط. اول حاجه معانا هناخد نحط كوبايه سكر وهنحطها، وهناخد البيض. اول حاجه هنحط البيض زي ما انتم شايفين، وهاخد دلوقتي احط الفانيليا عليه واضربه ضربه واحده مع بعض. وهنحط السكر، هنحط كوبايه سكر كوباية سكر هنحطها على البيض، وهنستغنى عن السكر، وهنحط كوباية حليب، كوباية كاملة حليب، وهنحطها على البيض والسكر والفانيليا. هنجيب بقى خلطنا هنا قدامنا، احنا خفيف خلطنا قدامنا عشان نضرب حاجتنا مع بعض. وهنحط دلوقتي معلقة حليب باودر، وهنحط الشوكليت 3 معالق حلوين عشان تبقى غامقة. 1 2 طبعا الشوكليت يكون الكاكاو الخام الغامق، الزيت. ودلوقتي هحط الزيت برضو في كوبايه نفس المقدار. انا عاوز بس اقول لكم حاجه، الزيت اللي هتستعملوه في الوصفه دي خلوه يكون زيت خفيف، يكون زيت عباد الشمس، ما تستعملوش زيت ذره. الوصفه دي الزيت الخفيف فيها احلى بكتير جدا ده في الوصفه دي بالذات. هنحط برضو الزيت دلوقتي معانا كوبايه الا ربع زيت، هنحتاج كوبايه الا ربع في الوصفه دي، تمام؟ ونضربهم بقى مع بعض. ودلوقتي هنحط معلقه الخل وهنضربها ضربه واحده، وكده عملتي احلى كيكه شوكليت في ثواني. هتحطي بقى الخليط بتاعك هنا. دي الطريقه السهله السريعه علشان مش بيعرفوا يعملوا كيكه شوكليت اهي بكل سهوله. كده احنا خلاص خالصين. هناخد بس ديت البيكنج باودر، هنحط معلقه منه هنا على الطحين بتاعنا زي ما احنا عارفين. وهتبداي تنزلي بالطحين بتاعك نص الكميه بعدين نص الكميه. دي ممكن تحتاج من كوبايه لكوبايه ونص. انا قبل كده عملت معاكم كيكه الشوكليت اللي بحط الشوكليت مع الطحين، النهارده عملتها معاكم بالطريقه دي اللي هي طريقه الخلاط السريعه اللي بيسالوا عن كيكه الخلاط السريعه. وكده خلصت معانا احلى كيكه شوكليت بالدنيا دي كلها. هنحتاج هنحط لها معلقه طحين زياده، يبقى هي كده خدت كوبايه ونص بالظبط. الثلاث بيضات خدوا كوبايه ونص بالظبط. ودلوقتي هعمل معاكم كيكه المج، بس انا عملت كيكة الشوكليت عشان انا عايزة اعملها معاكم واوريها لكم كيكة الخلاط السريعة. وحالا هعمل معاكم كيكة المج، هتنزل الوصفة بتاعتها معادي دلوقتي. كده انا خلاص خالصة. وهتاخدي الخليط بتاعك تحطيه في الصينية اللي انت عايزة تنزلي فيها، اي كان شكلها، مربعة او كده. وهندخلها الفرن تستوي وتطلع، هوريكم شكلها بإذن الله حالا.
وما ننساش الخطوه المهمه اللي هي دي، تطلع من الفرن هوريها لكم حالا. ودلوقتي هجهز دي اكمل معاكم كيكه المج باذن الله. دلوقتي خلاص خلصت معانا كيكتنا الجميله زي ما انتم شايفين، ما شاء الله جميله 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 جدا جدا جدا. دي بقى تقدري تعمليها انك تاكلوها عادي كيكه شوكولاته كده عاديه، تمام، او تحطي عليها صوص، صوص النوتيلا اللي احنا عملناه دلوقتي مع بعض اللي عملناه في حلقه كيكه المج، هنزل لكم اللينك بتاعها معانا. و او تقدري تقطعيها وتحطيها بالفريزر وقت ما تحتاجي تحطي تعملي تاكلي منها على طول. يعني انا بصراحه بحب اعمل دي كميه. المهم يعني بستعملها في حلويات كتير قوي، فاي حاجه بستعملها فيها بجيبها وتكون عندي جاهزه بالفريزر. فانت تقدري تعمليها وتحطيها عندك القالب زي ده كده بالفريزر، تشيليها بس منه، بس هي سخنه جدا تشيليها منه. ماشي، وقلبناها وسيبيها بس تهدى شويه وتبداي تقطعيها زي ما انتم شايفين ما شاء الله عليها جميله جدا ازاي. تقطعيها الرفع اللي تحبيه، رفيعه قوي او تخينه، شايفين ما شاء الله عليها جميله 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 جميله. عايزه اقول لكم بس حاجه، هنا انا هنا نسيت احط معلقه الكاستر اللي انا بحبها في الكيك عشان تبقى ناشفه وماسكه. فلو تلاحظوا بصوا الكيكه طريه وخطيره وجميله، بس بصوا كانت عايزه لها معلقه كاستر بس، هي ما شاء الله عليها ما شاء الله عليها. عايزه بقى تخليها كده او تحطي عليها صوص شوكليت. ويا رب تكون عجبتكم الوصفة والطريقة.